يا مسهل يلا. لا احب اعملها دلوقتي. في حاجه؟ يلا بص كده. لا والله ده مين؟ عبد الوهاب طبعا. يلا بينا. والله علاء بيقولوا ايه، وصلت الشرقيه. ادي بصل وطماطم حبايب قلبي والله، فلفل الوان كده. دي يا جماعه سلطه الجرجير اللي بتليق جدا جدا مع السمك. اه المقادير اهي، عشان فعلا ما كناش نزلناها. الله ينور يا استاذ احمد. بصوا كده اهي. وبعد كده بقى بنعمل ايه؟ بجيب الجرجير وما بقطعوش بالسكينه، وحاولوا على قد ما تقدروا الجرجير ما يتقطعش بالسكينه لانه مليان حديد، السكينه بتاكسد مع الحديد اللي في الجرجير. وبقطعه كده بايديا تقطيع كده عشوائي، يعني خليها كده ايه حتت كبيره كده. هي اصلا اسمها سلطه الجرجير. عايزه اقول لكم لما بيتقطع بالايد كده قد ايه بيبقى مفيد جدا جدا، كمان للاطفال اللي عندهم انيميا. هنحطه جوه الفلفل الالوان والسلطه كده، هياكلوا السلطه وايه مش هيقعدوا بقى يقولوا لك ايه ده، ده في جرجير ده في، لا ولا هيعرفوا. بصوا اهو بالشكل ده، شايفين ازاي اهو. دي اهم اهم ما في الموضوع، ان الجرجير يتقطع بالايدين كده بالشكل ده. ناخد شويه كمان عشان ايه نبقى ملينا كده السلطه بالجرجير. وكده كده سلطه الجرجير دي بحب جدا جدا افرشها برضو على جرجير اهو، تتاكل كده بقى دي بالمعلقه. يا سلام على جمالها جنب اكله السمك. يلا. في الجزائر كمان، الريحه وصلت للجزائر، ده شرف كبير ليا والله. اسلموا لي جميعا. يلا بقى نقلب ويا دوبك كده يشد معانا، وهنطلعه ونحط على طول الطاسه الثانيه. ولا كلمه، ما بيطلعش على مناديل، لا هيطرى مني، بيطلع على شبكه او مصفى اهو. حاضر يا استاذ احمد، ادينا بس ايه دقيقتين. دقيقتين يا باشا. احنا اتفقنا يا جماعه ان احنا هنتبل السلطه ببرده التتبيله السايله اللي كنا عاملينها للسمك، وخدنا منها اهي، خدنا منها للرز وخدنا منها للسمك، وادي كمان للسلطه بالشكل ده. حلو كده. وتقليبه بقى محترمه كده، شايفين ازاي روعه. ايه الريحه اللي طالعه دي، ما شاء الله عليها اهي بالشكل ده. انا محتاجه بس ازود شويه ملح صغيرين. التتبيله بتاعتنا دي فيها عصير ليمون وفيها خل وفيها ثوم وفيها كل حاجه، انا بس زودت الملح علشان علشان الخضار. ونقلب بس يا ستي، ونغرفها بقى، نجيب طبقين حلوين كده عشان كل اللي قاعد بياكل يطول. يعني دايما السلطات بالذات ما تخلوهاش طبق كبير في حته واحده والكل بقى يقعد يقوم عشان يطول من السلطه، لا يتوزعيها في كذا طبق، يا طبقين وفي الاول وفي الاخر. ماشي كده. الله على الريحه. الطبقين الحلوين بتوعنا والسمك اهو شد خلاص، هنطلعه دلوقتي من الزيت ونبقى خلصنا. ادي الطبقين، تعالوا لي بقى كده. يلا قولي قولي تاني. حاضر يا حبيبة قلبي، ثقتي بالله كاتبة على اللايف بتقول لي اقسم بالله انا حاسة ان الريحة مالية البيت. امال بقى يا قمر لما تعمليه ان شاء الله بقى كده في البيت وشوفي الريحة. انا لما بقول لكم حاجة يا جماعة انا ببقى عارفة وواثقة انا بقول لكم ايه، ما بقولكوش اي حاجة من فراغ. اما اقول لك الحركة دي هتملى البيت ريحة، الحركة دي هتخلي العمارة كلها عارفة ان في سمك بيتعمل. انا عارفة انا بقول لكم ايه. بصوا بقى كده اهو، نطلع بس السمك يا استاذ احمد ونطلع فاصل. ماشي. ومش هغرف السلطة يا سيدي غير لما تيجي بقى طالع الفاصل ان شاء الله. ماشي يا باشا اهو كده، اعملي السلطة كده بالشكل ده.